هكذا كانت أجواء شهر رمضان السنة الماضية، مساجد ممتلئة عن آخرها بالمصلين ومقاهي تعج بالزبائن، أما الأسواق والشوارع فالحركة لا تتوقف فيها. هذه السنة اختلف كل شيء، تفشي فيروس كورونا أخلى كل المدن والشوارع، وأصبحت أجواء ما بعد الإفطار مقتصرة على المكوث في المنزل. فكيف أصبح المغاربة يقضون ليالي رمضان داخل بيوتهم؟ كان فترة كتصلي العشاء ديالك، كتسنى يأذن العشاء، كتصلي العشاء، كتصلي داك الشيء اللي قسم الله من التراويح حتى وليدات مولين الدار، ومن بعد كتدخل كتنعس بحالاتك، ما عندك ما كاين لا خروج ولا دروج، تفرج شويه وصافي وكتنعس. حنت حتى في الدار ما يمكنش تبقى الاختلاط، فهمتي؟ كتحاول تعزل شي قنيته بوحدك، تفرج شويه بوحدك ولا تلعب في التليفون وتنعس بحالاتك. مورا الفطور كنتسمى داك الشيء اللي مولفين كنديروا شحال هادي، واخا وقع هذا المشكل ديال كورونا الواحد كيدي الدين ديالو، كيصلي التراويح ديالو، زعما حتى حاجه ما كتبدل، زعما كيبقى داك الشيء كيف ما هو. الحمد لله جو سي با دو جون، شو دو جون غير كيأذن المغرب دو توت لي فاصون في كاع لي جورني، تسوا في رمضان ولا في هذا كيأذن المغرب. واحد من احسن يجلس في دارو ويقابل عائلته، ولا كانوا دي جو ولا دي شوز مع وليداته، ودينو بيان سور كسوا في رمضان ولا اوغ رمضان راه غادي يطبقوا. كاين واحد التغيير بالنسبه لرمضان ديال العام اللي فات، في رمضان اللي هو في هذا الفيروس هذا ديال كورونا، ولكن الحمد لله حنا استطعنا ان شاء الله، الحمد لله استطعنا بان الصلاه ديالنا نتموا في الديور ديالنا، ونتبعوا برامج عبر الفيسبوك ولا الواتساب اللي هي نتعلموا من اللغه الانجليزيه ولا الالمانيه. المهم الفراغ ديالنا كنعوضوا بشي حاجه اللي مهمه. في رمضان العادي كنا كنديروا سبور، كنمشيو نديرو لونطريمه ديالنا، دا مورا الفطور كنا نديرو التراويح، كنجلسو مع صحابنا في قهاوي. ولكن دابا كاين واحد الشونجمون ديال هاد الفيروس هذا، وخلانا نرجعو للذات ونحاولو نشوفو شي حاجة اللي ناقصانا نزيدوها. جلس كتصلي، كتفرج شوية، كتقرا القرآن شي شوية، من بعد كيجيك داك الملل، خصوصا اللي ساكن بوحدي، أنا ساكن بوحدي، الدار ما كاينينش هنايا، صافي من بعد كنعس. هذا هو الاشكال اللي كاين، كنتي كتخرج كدور كتحرك شويه كتريني، من بعد دابا ما كاين لا لونطري ما لا والو، كتجلس كضطر دابا كتفيق بكري. انا فايق دابا مع 8، مليت في الدار وهذا، نط دابا صليت الظهر، خرجت كنتمشى عاوتاني شويه ونرجع للدار. ما عندك ما دير، داك الشيء اللي كاين، نصبروا يدير الله الفرج والله يحيد علينا هذا الوباء وصافي. سمع الله لمن حمده.